مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من فضلك. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تضغط لايك، وكمان لو لسه ما اشتركتش في القناه، شفت اكتر من فيديو حبيت فكره القناه، من فضلك اشترك لان دي حاجه هتبسطني. هنتكلم النهارده عن واحد اتميز بنبره صوت مميزه تقدر ان انت تميزها ما بين 1000 صوت. عملاق بجد عاشق الفن دون النظر لمال او شهره، برغم ان الجمهور معرفهوش ابدا بطل في الافلام اللي شارك فيها، لكنه نجح في ترك بصمة خاصة بيه مع كل دور بيقدمه. هو اليهودي في هجرة الرسول، ومن حاول اقناع قناوي ان هو هيجوزه هنومة في الفيلم الشهير باب الحديد. وطبعا ما نقدرش ننسى كلمة الحق اللي اراد بيها باطل في فيلم الزوجة التانية. تعالوا نتعرف على الفنان حسن البارودي. قبل ما أبدأ حابب أشكر صاحب التعليق اللي طرح عليا الشخصية بتاعت النهاردة، وحابب أقول لكم من فضلكم لو في شخصيات حابين تشوفوها في الفيديوهات اللي جاية من فضلكم سبولي تعليقات، واللي ساب قبل كده من فضلك ما تزعلش وما تضايقش، وإن شاء الله كل الشخصيات اللي تم اقتراحها وليها قصة حلوة الناس هتحب إن هي تسمعها هعملها الفترة اللي جاية. أما بالنسبة للحلقة بتاعت النهاردة، فحسن البارودي مولود في القاهرة سنة 1890، واتفتحت موهبته التمثيلية وهو لسه صغير. بدأ يشارك في الفرق المسرحية بتاعت المدرسة بتاعته في الفترة اللي هي قبل ثورة 1919. بدأ حسن البارودي حياته الفنية الحقيقية في سنة 1923 لما التحق بفرقة حافظ نجيب، وبعد كده فرقة رمسيس، وبعد كده فرقة فاطمة رشدي. فاطمة رشدي من أقوى الشخصيات اللي كان ليها فرقة مسرحية رائدة في هذا الوقت، وكانت بتجيب المسرحيات العالمية علشان تترجمها وتعملها كعرض مسرحي على المسرح بتاعها. والحقيقة ليها قصة حلوة قوي أنا عملتها قبل كده، هحط لكم الرابط بتاعها في الوصف علشان لو انتوا حابين ان انتوا تشوفوا وصولها للقمة، ويعني نهاية حياتها الصعبة اللي حصل فيها تفاصيل كتير هتحبوا ان انت تعرفوها. المهم، ليه اختار صاحب القصة بتاعت النهاردة ان هو يبدأ حياته من خلال المسرح؟ لان زمان قوي ما كانش لسه في سينما، ما كانش في تلفزيون، والمسرح هو كانت البوابة الرئيسية لكل الفنون اللي ممكن الفرق المسرحية تقدمها للجمهور. ما كانش في اي حاجة تاني وقتها غير الفرق المسرحية والصالونات زي بتاعت بديع مصابني وبيبا عز الدين وغيرها من الفرق اللي خرجت كل تقريبا النجوم بتاعت افلام الابيض واسود اللي احنا بنشوفها وعارفينها النهاردة. المهم، فضل يتنقل من فرقة لتانية لحد ما قرر في يوم من الايام ان هو يكون فرقة مسرحية مع الفنانة الجميلة الكبيرة نجمة ابراهيم. نجمة ابراهيم برضو ليها قصة وقصة كبيرة، هحط لكم الرابط بتاع الحلقة بتاعتها في الوصف لو انتوا حابين تشوفوها. المهم، الفرقة دي بقى ليها صيت وبقى ليها عروض وبقت تلف في المحافظات، وصلت لحد السودان. هو قعد في السودان فترة سنين، يعني الفترة دي سنين قعد يقدم عروض مسرحية هناك هو ونجم إبراهيم، لحد ما وصل لمصر تاني وكمل مشواره الفني. وقتها طبعا الفنان حسن البارودي قدم العديد من المسرحيات اللي فاكرينها الجمهور لحد النهاردة، بالذات اللي اتعملت بعد ما التلفزيون دخل وبعد ما تم تصوير المسرحيات، والناس لحد النهاردة ممكن يشوفوا المسرحيات دي. من أشهرها على الإطلاق سكة السلامة والسبنسة. اسم غريب السبنسة ده، مش عارف بيسبنس ايه يعني. اما مشواره السينمائي بقى بدأوا في سنة 1934، وده يعتبر يعني في بداية دخول السينما مصر، وكان اسم الفيلم ابن الشعب. وبعدين قدم سنة 1941 عاصفة على الريف، وتوالت اعماله وادواره في الاربعينات. من اشهر ادواره في السينما مثلا دوره في فيلم علي بابا والاربعين حرامي وبنت ذوات وأولاد الفقراء والعامل وكرسي الاعتراف والأفوكادو مديحة
وبلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وحلاق بغداد ودرب المحابيل ولحن الوفاء، واسماعيل ياسين في البوليس، وحاجات افلام كتير. لو انتوا فاكرين افلام لحسن البارودي من فضلكم يعني اذكروها في التعليقات. اما بالنسبه لاخر ادواره فهنتكلم عنها كمان شويه، بس خلوني اقول لكم دلوقتي ان احنا خلصنا اهم المحطات الفنيه في حياه حسن البارودي، وتعالوا نتعرف على المحطه المهمه في حياته وهي حياته الشخصيه. اتجوز حسن البارودي مرتين، الاولى من الفنانه رفيعه الشال، وبرضه رفيعه الشال من الفنانات اللي ليها قصة، وقصة حلوة قوي كنت عملتها، حط لكم الرابط بتاع الحلقة بتاعتها تحت في الوصف لو حابين ان انتوا تشوفوها. المهم ان هو خلف منها ابنة بنت يعني، وبعد كده اتجوز مرة كمان من خارج الوسط الفني وخلف 3 أولاد. حصل حسن البارودي على وسام الفنون سنة 1959 وجائزة الدولة التشجيعية في العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وقال ابنه في إحدى اللقاءات الصحفية إن نهاية والده كانت عندما تسلم خطاب سنة 1965 بيفيد بإحالته للمعاش، ولكن ذلك لم يكن مرضي له أبدا، لأنه كان شايف نفسه لسه قادر على العطاء برغم بلوغه سن المعاش. أكيد أمر صعب جدا أن يتم تحديد المعاش عند وقت معين، ومش كل الناس بتبقى خلاص يعني مش قادرة تدي في الشغل، وناس كتيرة لما بتطلع عن المعاش بتحس أن ده أمر ظالم بالنسبة لهم وحياتهم المهنية لسه فيها علشان يدوا أكتر، ولكن هو قانون في الأول وفي الآخر. يعني أتمنى أن السنين الجاية يكون في تغيير وتطوير في الجزئية دي. تعالوا نقول ان احنا خلصنا خلاص اهم المحطات في حياته الاسريه، وتعالوا نتعرف على نهايه حسن البارودي. في 17 سبتمبر من عام 1974 اتوفى حسن البارودي بعد مروره بوعكه صحيه عانى منها في السنوات عمره الاخيره، أبعدته لفترة عن العمل الفني. وكانت سنوات عمره الأخيرة كان بيشارك في عدد قليل من الأعمال الفنية، كما كان بيستعد للمشاركة في عمل مسرحي جديد اسمه ولد وجنيه ضمن فرقة الفنانة نعيمة وصفي. فحتى أنفاسه الأخيرة كان بيعشق الفن. البارودي عانى مشاكل في عينيه وتأثر بصره بشدة، واحتاج ان هو يسافر بره علشان يتعالج، ولكن حالته المادية ما كانتش بتسمح ان هو يتحمل كل التكاليف المطلوبة. كان لكوكب الشرق ام كلثوم اللي تعتبر يعني كانت بتعتبر صوته من اجمل الاصوات، كان ليها دور في علاجه على نفقة الدولة. سافر لتلقي العلاج في لندن، وفي نفس السنة اتعرض لحسن البارودي فيلم العصفور مع المخرج يوسف شاهين. كان بيتمنى ان هو يتوفى على خشبة المسرح اللي شهدت صولات وجولات كواحد من وحوش فن التمثيل، وبالفعل تعاقد سنة 1973 على المشاركة في مسرحية ولد وجنيه. حضر البروفات لكنه تعرض لوعكة صحية أصابته في أيامه الأخيرة بشلل نصفي، بحسب مقال كتبه الناقد المسرحي عمرو دوارة في مجلة مسرحنا اللي تم إصدارها أو تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتوفى في 17 سبتمبر سنة 1974. عملاق عاشق الفن دون أن ينظر لمال أو شهرة. سبحان الله، يعني هو واحد من الناس اللي سابوا بصمة خاصة جدا 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 في كل دور بيقدموه، بجد لسه فاكرينه لحد النهاردة، ويتفوق على نجوم لسه موجودين ولسه بيمثلوا برغم التطور الرهيب في الأدوات اللي بتقدم الممثل النهاردة سواء في التلفزيون أو في الأفلام. ولكن سبحان الله حسن البارودي واحد من الناس اللي عمرنا ما هننساه أبدا، وعمرنا ما هنقدر نعوضه في عالم الفن. أتمنى أن أنتوا تدعوا لحسن البارودي بالرحمة ولكل الناس اللي أنتوا بتحبوهم كمان. وخلاص الحلقة خلصت، أنا مبسوط أن أنا كنت معاكم النهاردة. شكرا ليكم، أشوفكم على خير في حلقة جديدة. مع السلامة.